السلام عليكم. كتاب التأسيس السليم، تالتة ابتدائي، الفصل الدراسي الأول 2025. تعالوا نشوف الكتاب بكام، وكمان الكتاب معاه ملحق جامد جدا، مليان تمارين حلوة قوي. ده ملحق أولى ابتدائي يا جماعة، أسفة، أولى ابتدائي أهو، جايب لي تقييمات نهائية والمد والممدود، قطعة واستخرج منها كلمة بها مد بالياء، كلمة بها مد والواو، وشدة وسكون. الجزء ده حلو قوي منه. تعالى نشوف الكتاب الرئيسي من التأسيس السليم اهو، ده المقدمة بيشرح لنا فيها ازاي المنهج هيمشي واهداف واهمية القصة المشتركة والقصة الموجهة. وهنا بيديني مراجعة على ما سبق، كل دي يا جماعة مراجعة على ما سبق دراسته، الحروف، ورتب الحروف عشان تكون كلمة، ودي بتبدأ بالحرف ايه، والحرف متصل ومنفصل. شوف ما شاء الله الجمال، المد والحرف الممدود. والكتاب جايب بصراحة ربنا بداية حلوة جدا جدا، بيرجالي على الكيجي تقييمات شخصية، مد بالياء والمد بالواو، وبعدين نخلي بقى في الدرس انا مميز، وازاي عمل لي من اول صفحة في الدرس قراءة واستخراج اهو. التمارين بتاعت الكتاب حلوة جدا، جايب لي حرف الالف بكل الاشكال، مديني حرف الميم كمان، وبعدين الب. شوف كمان تمارين عليه قد ايه اهو، اوقات غالية. هنا جايب لي جزء من الدرس واستخراج منه الحرف المشدد، وكلمة بها مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء، وشدة وسكون، ويا ملكية. كل ده ما شاء الله استخراجات من الدرس اهو. كتاب ما شاء الله فعلا فعلا ممتاز، ومش ناسي اي حاجة اهو. ده حرف الفه، ومديني تمارين على حرف الفه، ومديني تمارين على كل الحروف، مش سايب ولا جزء. فعلا الكتاب رائع جدا جدا، كتاب تأسيس سليم اولى ابتدائي، والكتاب عامل 140 جنيه.